تصوير الافلام الاجنبيه في مصر ده شيء مهم جدا. مهم ليه؟ عشان نعرف الناس احنا مين، عشان نعرف الناس احنا وصلنا لايه، ان مصر شغاله على الارض وبتبني وبتعمر. زمان كنا بنشوف دايما مشاكل وعقبات بتواجه فكره تصوير الافلام الاجنبيه في مصر، لكن الحمد لله مع وجود مدينه الانتاج الاعلامي اصبح هناك امل جديد وافاق جديده في تسهيل تصوير الافلام الاجنبيه في مصر. مؤخرا شهدت لجنه مصر للافلام بمدينه الانتاج الاعلامي تصوير العديد من الافلام، منها الفيلم القرقيزستاني الجنه تحت اقدام الامهات. القائمين على هذا الفيلم استكملوا طبعا تصوير باقي المشاهد في عدد من الدول المختلفه، منها قرقيزستان وكازاخستان واوزبكستان وتركيا وغيرها من الدول. برضه لجنه مصر للافلام كللت جهودها بالنجاح من خلال قدرتها على الدعم الكامل لتصوير فيلم فاونتين اوف يوث للمخرج العالمي جاي ريتش، واللي انتهى من تصوير مشاهد الفيلم في مصر. لمزيد من التفاصيل معانا الاستاذ علي القشوطي الناقد الفني عشان يكلمنا عن هذا الموضوع. يا استاذ علي صباح الفل. صباح الخير، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. في البدايه رؤيتك ايه لطبيعه عمل اللجنه الخاصه بتسهيل تصوير الافلام الاجنبيه في مصر؟ والله طبعا ده عمل عظيم، لان احنا كنا يعني صناع السينما ونقادها، وحتى الجمهور كان دايما بينادي بفكره ان هو ضروره فتح الباب لتصوير الاعمال الاجنبيه، لان احنا بنشوف السينمات في العالم كله بتصور في اماكن مفتوحه في دول عربيه، واحيانا بتصور في دول شقيقه جنبنا، بتصور احداث مفروض ان هي مصريه ولكن بيتم بناء ديكورات على اساس ان دي مصر. فالاولى والافضل ان هو يتم تصوير المشاهد دي في مصر. هنا احنا عندنا لوكيشن مفتوح طبيعي مبني من الاف السنين، بالإضافة للوكيشن الطبيعي اللي هو ربنا خلقه، سواء جبال أو أنهار أو بحار. يعني إحنا بنتمتع بمزايا كتير جدا على مستوى المحافظات بتاعتنا، كل محافظة ليها طعم وشكل ولون وتصلح إن هو تبقى لوكيشن مفتوح لأي فيلم عالمي. يمكن زمان كان بيبقى فيه شوية عقبات، شوية إن هو التصاريح بتبقى من أكتر من جهة، ولكن دلوقتي لجنة مصر للأفلام بقت هي اللي بتنسق كل التصاريح من عندها كأنه شباك واحد. طبعا اللجنة دي بتتبع مدينة الإنتاج الإعلامي، ومهم جدا تفعيل اللجنة دي، والحقيقة إن هم محققين إنجاز كبير جدا سواء في الأعمال اللي حضرتك ذكرتها أو حتى في فيلم جاي ريتشي اللي هو اتصور في مصر وإن شاء الله نشوفه يعني في السينمات العالمية. وجود جاي ريتشي كمخرج، هو يعني واحد من أهم المخرجين في العالم، لما يكون هو هنا في مصر بيصور فيلم ومعاه كرو من اللي بيشتغلوا معاه هم في صناعه السينما في هوليوود، اكيد بيتكلموا مع بعض واكيد بيحكوا لبعض تجربتهم. ده مهم جدا لانه بكل تاكيد مجتمع السينما عارف بعضه بره وبيتواصلوا مع بعض، والتجارب الايجابيه او السلبيه اكيد بيتكلموا فيها مع بعض. احنا ازاي نروج اكتر ونستغل حاجه زي دي؟ ازاي نعرف الناس انه بقى سهل ان انت تيجي تصور فيلم اجنبي في مصر؟ شوف، هو في موقع الكتروني خاص بلجنة مصر للأفلام وبمدينة الإنتاج الإعلامي، عليه برزنتيشن لكل الأماكن اللوكيشنز المفتوحة الموجودة عندنا في مصر بالتسهيلات اللي موجودة، بنماذج من الأعمال اللي تم تصويرها عندنا في مصر. والحقيقة إن هو ده يعني بيلخص كل شيء، وأنت عارف إن هو يعني هوليوود أو السينما الأجنبية يعني عندهم سيستم مختلف خالص غير اللي احنا متعودين نتعامل بيه في مصر. هم بيحبوا يبقوا مركزين جدا في التفاصيل وعارفين كل الحاجات اللي هم محتاجينها ايه وايه الامدادات اللي هتبقى موجوده. والحقيقه ان تصوير الفيلم بطبيعته الاكشن اللي فيها مطاردات وفيها طيران وفيها مدرعات وغيره تمت على اكمل وجه، وبالتالي اعتقد ان ده هيفتح الباب لاعمال اكتر واكتر للفتره اللي جايه يتم تصويرها عندنا في مصر، باعتبار ان دي تجربه ناجحه يعني حصل عليها مخرج كبير في حجم جيرتش. ده كمان بيكون لي انعكاسات كمان يا استاذ علي على السياحه، يعني مش فقط على الانتاج السينمائي، ولو ان ده برضو حاجه مهمه، لكن ما فيش شك انه لما فيلم عالمي يتصور في مصر ويتعرض والعالم كله يشوفه ويشوف الاماكن اللي موجوده في مصر، اكيد طبعا ده هيشجع السياح اكتر على ان هم يجوا مصر. شوف، يعني هديك مثال بسيط، فيلم كوكو اللي هو فيلم الانيميشن اللي اخذ جائزه الاوسكار روج لثقافه كامله، وخلى السياح تبقى يعني موجوده بشكل كبير تشوف طبيعه المكان اللي هم شافوه كانيميشن، فما بالك بقى
صحيح لما يشوفوا سحر وجمال مصر وآثارها ومزاراتها يعني في فيلم سينمائي بتوقيع مخرج كبير. يعني كمان الحقيقة إن هو موضوع الفيلم فكرة البحث عن الخلود أو نافورة الشباب، المية اللي ممكن حد يشربها فيخلد في الدنيا، دي قصة مشوقة جدا ومرتبطة بالأساطير اللي موجودة في أغلب الحضارات، فكرة الخلود. صحيح وإحنا عندنا في مصر الحقيقة كمان عندنا نوعية قصص وتراث، أعتقد إن هو لو تنبه له السينما العالمية أو صناع السينما العالمية هيقدروا يطلعوا من عندنا أعمال يعني تعيش لسنوات طويلة. لأن هو لو هتبص على العلامات اللي موجودة في السينما من حيث الأفلام اللي ليها قصص أسطورية، هتلاقي مثلا علاء الدين وغيره من الشخصيات اللي هم خدوها وعملوا صحيح منها أفلام عالمية ضخمة جدا، سواء كرتون أو أنيميشن أو فيلم مينا مسعود اللي تم إعادته وكان إخراج جه رضي برضه. هتلاقي إن أنت التراث بتاعك هم بيستخدموه وبينجحوا بيه بشكل كبير، لأن هم بيخدموا عليه على مستوى الصورة ومستوى السيناريو ومستوى التمثيل. فأعتقد صحيح دي خطوة مهمة تراثنا جدا. بقى احنا اولى بيه يتصور في الاماكن كمان اللوكيشن او المواقع الاساسيه بتاعته، ده بكل تاكيد هيكون ليه تاثير كبير جدا على نجاح العمل. شكرا جزيلا الاستاذ علي القشوطي الناقد الفني.